هنتكلم دلوقتي عن درس شخصيات وأحداث من العصر البطلمي في مصر. أول حاجة هنتكلم عن العصر البطلمي نفسه. إيه هو العصر البطلمي ده؟ العصر البطلمي هو عصر خلفاء الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني اللي هو كان من اليونان في مصر. تاني، إيه هو العصر البطلمي؟ العصر البطلمي هو عصر خلفاء الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني في مصر. طيب يعني إيه خلفاء؟ خلفاء الإسكندر يعني اللي هم حكموا من بعد الإيه؟ الإسكندر، اللي هم جم من بعده وحكموا، دول بنقول عليهم خلفاء الإسكندر الأكبر. يبقى لما يجي يقول لك اكتب المفهوم المناسب عصر خلفاء الإسكندر الأكبر في مصر، هو إيه؟ اسمه العصر البطلمي. خلاص، الإسكندر الأكبر ممكن نقول عليه الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني أي اليوناني. خلاص، طيب دي صورة الإسكندر الأكبر، تمثال بتاعه ده شكله. إيه هم بقى أشهر حكام دولة البطلمة؟ يعني أشهر الحكام اللي كانوا بيحكموا دولة البطلمة. عندي أول حاجة شخصية بطليموس الأول. شخصية إيه؟ بطليموس الأول. طيب نتكلم بقى عن بطليموس الأول، ودي صورته أهو، شخصية بطليموس. لقبه كنا بنلقب بطليموس الأول بإيه؟ كنا بنلقبه بلقب ستر. لقب ايه؟ سوتر. يعني ايه سوتر؟ يعني المنقذ. يبقى تاني، بطليموس الاول لقب بلقب ايه؟ سوتر. سوتر اي المنقذ. السؤال ده بيجي اكمل، يجي يقول اكمل العبارات الاتية: لقب بطليموس الاول بنقط، يعني ايه؟ سوتر. لقب بايه؟ بسوتر اي المنقذ. طيب كان من اشهر قواد الاسكندر الاكبر. يعني ايه؟ يعني اشهر قائد للاسكندر الاكبر اللي كان بيقود معاه في المعارك، اشهر قائد ليه هو مين؟ بطليموس الاول. دي بتيجي لمن تنسب الاعمال الاتيه: اشهر قواد الاسكندر الاكبر، مين اشهر قواد الاسكندر الاكبر؟ هو بطليموس الاول. طيب كمان بطليموس الاول ده شارك مع الاسكندر الاكبر في معظم حروبه. خلاص، معظم الحروب اللي راح الاسكندر الاكبر يحارب فيها كان معاه مين؟ بطليموس الاول. يبقى بطليموس الاول لقب بسوتر اي المنقذ، وكان من اشهر قوات الاسكندر الاكبر وشارك معه في معظم حروبه. تمام، كان في لديه رغبة كبيرة في الانفراد بحكم مصر. السؤال ده مهم جدا جدا جدا، وعلى طول بيجي يقول لك بما تفسر كان لدى بطليموس الاول رغبة كبيرة في الانفراد بحكم مصر. اولا بيسألك معنى السؤال، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ليه بطليموس الاول كان عايز ينفرد بحكم مصر؟ يعني كان عايز ياخد حكم مصر ليه هو لوحده؟ ليه؟ ايه السبب في ده؟ السبب ان بسبب ثروات مصر العظيمة وتاريخها المجيد. طبعا كلنا عارفين تاريخ مصر، تاريخ الفراعنة، التاريخ العظيم ده برضو السبب اللي خلى بطليموس الاول عايز ياخد حكم مصر ليه. كمان الثروات اللي موجودة في مصر، الخيرات اللي موجودة فيها من في الاقتصاد، في الزرع، في الاثار، كل ده الحاجات اللي كان عايز البطليموس الاول ان هو ياخدها، ودي الاسباب اللي ادت لانفراده بحكم مصر. يبقى لما يجي يقول لك بما تفسر كان لدى بطليموس الاول رغبة كبيرة في الانفراد بحكم مصر، هنقول ايه؟ بسبب ثروات مصر العظيمة وتاريخها المجيد. بعد كده سنة 5 هنتكلم عن اهم اعمال بطليموس الاول في مصر. اول حاجة عملها بطليموس الاول في مصر ان هو اسس دولة البطلمة في مصر، واتخذ مدينة الاسكندرية عاصمة ومقر لحكم دولته. بطليموس الاول اسس دولة في مصر اسمها دولة الايه؟ البطلمة. طيب وخد مدينة الاسكندرية دي عاصمة ومقر لحكم دولته، يعني مكان عشان يحكم منه ايه؟ الدولة بتاعته. زي دلوقتي كده مصر عاصمتها القاهرة. في عهد دولة البطلمة مصر كانت عاصمتها مدينة الايه؟ الاسكندرية. السؤال ده ممكن يجي لك لمن تنسب الاعمال الاتية: اسس دولة البطلمة في مصر، مين اسس دولة البطلمة في مصر؟ بطليموس الاول. طب اكمل، أسس بطليموس الأول دولة نقط في مصر، دولة إيه؟ البطلمة في مصر. واتخذ مدينة نقط عاصمة ومقر الحكم دولته، اتخذ مدينة الإيه؟ الأسكندرية عاصمة ومقر الحكم دولته. تاني حاجة عملها بطليموس الأول إن هو أنشأ مجمع للبحوث العلمية والأدبية. طيب يعني إيه المجمع؟ المجمع فكرته زي فكرة الإيه؟ الجامعة، زي كده جامعة الإيه؟ الأسكندرية اللي اتخرج منها علماء إيه؟ كتير. في المجمع ده بيبقى للبحوث العلمية والأدبية
التخصص الجامعه دي بندرس فيها تخصصات زي التخصصات العلميه والادبيه. يعني ايه علميه؟ العلميه زي الرياضه، فيزياء، كيمياء. الادبيه زي التاريخ، فلسفه، علم نفس. طيب من هنا بقى نطلع تعريف الجامعه. ايه هي الجامعه؟ الجامعه هي دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلميه والادبيه. واحنا لسه شارحين ايه هي التخصصات العلميه والايه والادبيه. دار للعلم يعني مكان للايه؟ للعلم. طيب اكتب المفهوم المناسب. دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلميه والادبيه، ده تعريف ايه؟ ده تعريف الجامعه. خلاص. ثالث حاجه بقى لا من اهم اعمال بطليموس الاول ان هو وضع نواه مكتبه الاسكندريه القديمه. يعني ايه سنه 5 نواه مكتبه الاسكندريه؟ العماره كده لما بتتبني مش بيبقى فيه ليها دور ارضي؟ هي دي نفس الفكره. نواه مكتبه الاسكندريه يعني بمعنى اصح اللي هو الدور الارضي للايه؟ لمكتبه الايه؟ الاسكندريه. زي ما انتم شايفين صورتها كده في الصوره دي مكتبه الايه؟ الاسكندريه. يبقى ثالث حاجه من اعمال بطليموس الاول ان هو وضع نواه مكتبه الايه؟ الاسكندريه القديمه. ثالث حاجة عملها ان هو اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة. احنا سائلين ان بطليموس الاول اسس دولة البطلمة في مصر. لما اسس الدولة دي ابتدى يهتم بالزراعة والصناعة والتجارة عشان يحسن اقتصاد دولته ويكبرها. طيب زي ما احنا شايفين في الصورة كده، ده الطنبور اللي ادخله بطليموس الاول في الزراعة. خامس حاجة من أعمال بطليموس الأول إن هو أنشأ الكثير من المناحل. المناحل هو المكان اللي النحل بيعمل العسل فيه زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي، الإيه؟ المناحل. طيب بطليموس الأول أنشأ الكثير من المناحل، عمل مناحل كتير ليه بقى؟ ده سؤال بيجي على طول يا سنة 5، يقول لك بما تفسر أنشأ بطليموس الأول الكثير من المناحل ليه؟ لتصدير العسل إلى الصين، عشان يصدر العسل ده للصين، يديه للإيه؟ للصين. خلاص؟ طيب آخر حاجة من أعمال بطليموس الاول ان هو صك اول عمله معدنيه في مصر. بص كده في الصوره هتلاقي شكل كده موجود على العمله المعدنيه اللي هي الفلوس. ده صوره بطليموس الاول، هو اول واحد عمل شكل على العمله المعدنيه ووضع عليها ايه؟ صورته. زي كده حاجه شبه الختم يا سنه 5. طيب يبقى مين صك اول عمله معدنيه في مصر؟ هو ايه؟ بطليموس الاول. لما يجي يقول لك الاعمال دي كلها ممكن يجيبها لك على فكره يا سنه 5 لما تنسب الاعمال الاديه. زي مثلا يقول لك انشا مجمع للبحوث العلميه والادبيه، وضع نواه مكتبه الاسكندريه، صك اول عمله معدنيه، اسس دوله البطلمه. كل دي اعمال مين؟ اعمال بطليموس الاول. سريعا كده ايه هي اهم اعمال بطليموس الاول؟ اسس دوله البطلمه في مصر واتخذ مدينه الاسكندريه عاصمه ومقر لحكم دولته، انشا مجمع للبحوث العلميه والادبيه، وضع نواه مكتبه الاسكندريه، اهتم بالزراعه والصناعه والتجاره، انشا الكثير من المناحل، وصك اول عمله معدنيه في مصر. طيب دلوقتي هنتكلم عن الشخصية التانية اللي هي من أشهر شخصيات دولة الإيه؟ البطلمة، كليوباترا السبعة. ودي صورتها، دي الشخصية التانية اللي هنتكلم عنها بعد بطليموس الأول. كليوباترا السبعة تولت الحكم بعد بطليموس الثاني عشر، يعني مسكت الحكم بتاع دولة البطلمة بعد مين؟ بطليموس الثاني عشر. وركز فيها قوي يا سنة 5، لأن احنا واخدين شخصيتين بس في دولة البطلمة اللي هما بطليموس الأول وكليوباترا السبعة. لو جيت سألتك كليوباترا لما تولت الحكم تولته بعد مين؟ ما تقوليش بعد بطليموس الأول، لا، هي تولته بعد مين؟ بعد بطليموس الثاني عشر، بطليموس ال 12. خلاص؟ يبقى لما يجي يقول لك أكمل، تولت كليوباترا السبعة الحكم بعد مين؟ بعد بطليموس الثاني عشر. بعد كده هتكلم عن معركة مهمة جدا اسمها معركة أكتيوم البحرية. معركة إيه؟ أكتيوم البحرية. طيب معركة أكتيوم البحرية دي كانت عام كام؟ كانت عام 31 قبل الميلاد. عام كام؟ 31 قبل الميلاد. قبل الميلاد يعني إيه؟ يعني قبل ما يتولد سيدنا عيسى. قبل ما يتولد سيدنا عيسى كان ما بنقول على التاريخ قبل الميلاد، بعد ما اتولد بنقول عليه التاريخ الايه؟ الميلادي. خلاص. يبقى معركة أكتيوم البحرية كانت عام 31 قبل الميلاد. طب دي صورة بتعبر عن المعركة اللي احنا هنتكلم عليها ايه دلوقتي. طيب تعالوا نشوف احداث المعركة دي، مين كان بيحارب فيها؟ المعركة دي تحالفت فيها كليوباترا السبعة مع القائد الروماني أنطونيوس ضد أكتافيوس. أكتافيوس برضو كان قائد روماني بس هي كانت ضده. اتحالفت مع مين؟ يعني اتحالفت، اتحالفت يعني اتحدت. خلاص. اتحدت مع مين؟ مع القائد الروماني أنطونيوس ضد مين؟ أكتافيوس، في معركة اسمها معركة أكتيوم البحرية. يبقى تاني
يجي يقول لك اكمل تحالفت كليوباترا السبعة مع القائد الروماني نقط. تحالفت مع مين؟ مع انطونيوس. ضد مين؟ ضد اكتافيوس في معركة اسمها معركة اكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. طيب بعد ما المعركة دي حصلت كان ايه نتائجها؟ مين اللي انتصر فيها ومين اللي انهزم؟ نتائج المعركة دي اول حاجة فيها انتصار اكتافيوس على انطونيوس وكليوباترا. اكتافيوس نجح ان هو يهزم انطونيوس وكليوباترا حليفته اللي هي مين؟ كليوباترا. طيب يبقى اول حاجة من نتائج معركة اكتيوم البحرية انتصار اكتافيوس على انطونيوس وحليفته كليوباترا. طيب تاني حاجة من نتائج المعركة ايه؟ انتحار انطونيوس وكليوباترا. بعد ما تهزم انطونيوس وكليوباترا في معركة اكتيوم البحرية انتحر انطونيوس، يعني موت نفسه، ومن بعده مين؟ كليوباترا السبعة. خلاص يبقى تاني حاجة من نتائج معركة اكتيوم البحرية انتحار انطونيوس وكليوباترا. طيب تالت حاجة انتهاء عصر دولة البطلمة. احنا كلنا عارفين ان دلوقتي مين اللي كان بيحكم؟ كليوباترا السبعة. لما كليوباترا السبعة دخلت المعركة كانت ضد مين؟ كان ضد اكتافيوس، واكتافيوس ده كان قائد روماني، فالطبيعي طالما هو انتصر دولة البطلمة ايه؟ هتنتهي وتصبح مصر ايه؟ ولاية رومانية، يعني تابعة للولاية الايه؟ الرومانية. خلاص يبقى ايه نتائج معركة اكتيوم البحرية؟ وركز فيها قوي يا سنة خمسة عشان بتيجي ومهمة. ايه اللي حصل بعد معركة اكتيوم البحرية؟ اول حاجة امشي كده بالترتيب الاحداث، يعني انت طبعا عارف شرحنا دلوقتي المعركة وفهمناها، امشي بقى بترتيب الاحداث. ايه اول حاجة حصلت؟ دخلوا المعركة. خلاص بعد ما دخلوا المعركة مين اللي انتصر؟ انتصر اكتافيوس على انطونيوس وكليوباترا السبعة. طيب ايه اللي حصل بعدها؟ انتحر انطونيوس وكليوباترا. نمشي بترتيب الاحداث. ايه اللي حصل بعده؟ انتهاء عصر دولة البطلمة واصبحت مصر ولاية رومانية. طيب الحتة دي برضو بيجي فيها سؤال تاني، يجي يقول لك بما تفسر انتحار انطونيوس وكليوباترا السبعة؟ ليه انتحر انطونيوس وكليوباترا؟ تفتكروا ليه انتحروا؟ ليه موتوا نفسهم؟ بسبب ايه؟ بسبب هزيمتهم في معركة اكتيوم البحرية، بسبب هزيمتهم في معركة ايه؟ اكتيوم البحرية ضد اكتافيوس. خلاص يبقى انتحر انطونيوس وكليوباترا بسبب ايه؟ هزيمتهم في معركة اكتيوم البحرية. طب ممكن يجي سؤال تاني يقول لك ايه النتائج المترتبة على انتصار اكتافيوس على انطونيوس وحليفته كليوباترا السبعة؟ ايه اللي حصل لما انتصر اكتافيوس على انطونيوس؟ نيجي بقى بترتيب الاحداث. ايه اللي حصل بعد ما هو انتصر عليهم؟ انتحر انطونيوس وكليوباترا وانتهى عصر دولة البطلمة واصبحت مصر ولاية رومانية. طب يا ميس ممكن يجي سؤال تاني؟ ممكن يجي سؤال تاني زي ايه؟ يقولك ما النتائج المترتبة على انتحار انطونيوس وكليوباترا؟ ايه اللي حصل بعد انتحار انطونيوس وكليوباترا؟ لما انتحروا ايه اللي حصل؟ انتهاء عصر دولة البطلمة واصبحت مصر ولاية رومانية. خلي بالك يا سنة خمسة طول ما انت ماشي بترتيب الاحداث عمرك ما هتتلغوت في اي سؤال يجي لك في الايه؟ في المعركة. طيب بعد كده بقى هتكلم عن اهم الاثار والفنون البطلمية في مصر. يعني اهم الاثار احنا طبعا عرفنا ان احنا اسسنا دولة البطليموس الاول اسس دولة البطلمة في مصر. طب لما الدولة دي تأسست ايه الاثار والفنون اللي كانت موجودة في مصر في الوقت ده؟ هنقول ولسه موجودة لحد دلوقتي الاثار والفنون البطلمية اللي موجودة في مصر. اول حاجة عندي منارة الاسكندرية. منارة ايه؟ الاسكندرية. منارة الاسكندرية دي زي ما انتوا شايفينها في الصورة اهي، دي بتساعد السفن ان هي بترشد السفن، يعني زي كده شبه البوصلة كده شوية، ان هي بتساعد على هداية السفن، بتحدد لهم شوية، بتوضح لهم هم فين. خلاص يبقى بنقول عليهم منارة الاسكندرية. خلاص يبقى منارة الاسكندرية من الاثار والفنون الايه؟ البطلمية في مصر. طب تاني حاجة من الفنون البطلمية اللي موجودة في مصر او الاثار البطلمية اللي موجودة في مصر معبد اسمه معبد دير المدينة. معبد اسمه ده معبد ايه؟ دير المدينة. اللي انتوا شايفينه في الصورة ده هو ده معبد دير الايه؟ المدينة، واللي انشأوا دولة البطلمة في مصر، اللي هم اللي انشأوا اليونانيين. طيب تالت حاجة عندي معبد دندرة. معبد اسمه معبد دندرة زي برضو ما انتوا شايفينه في الصورة ده، المعبد اسمه معبد ايه؟ دندرة. خلاص طيب رابع حاجة عندي معبد ادفو. معبد اسمه معبد ادفو. معبد اسمه معبد ادفو، شايفينه اهو في الصورة، ده المعبد الرابع التالت اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. اخر حاجة عندي معابد اسمها معابد فيلة. معابد فيلة.
طيب انا عايزه اقول على حته مهمه قوي بتيجي وبيتلخبط فيها كذا حد. ممكن يجي يقول لك اكمل من اهم المعابد البطلميه الموجوده في مصر. طيب ركز كده في السؤال، هو قال لك من اهم الايه؟ المعابد. يبقى ما ينفعش احط مع الموضوع ده مناره الاسكندريه، لان مناره الاسكندريه مش معبد. فلما يسالني عن المعابد البطلميه اللي موجوده في مصر هتكلم عن معبد دير المدينه، دندره، ادفو، فيلا. خلاص. طيب لو قال لي بقى ايه اهم الاثار البطلميه الموجوده في مصر، ساعتها هتكلم عن كل الاثار اللي موجوده ايه في مصر، ايه الاثار البطلميه اللي موجوده في مصر، اللي هي ايه؟ مناره الاسكندريه، دير المدينه، دندره، ادفو، فيلا. خلاص. يبقى تاني نراجع مع بعض، ايه اهم الاثار والفنون البطلميه في مصر؟ مناره الاسكندريه، معبد دير المدينه، معبد دندره، معبد ادفو، معبد فيلا. طيب اخر حاجه بقى هتكلم عليها في الدرس النهارده، ايه هي اسباب سقوط دوله البطلمه؟ احنا لسه دلوقتي شارحين معركه اكتوم البحريه، وعرفنا ان بعد المعركه دي سقطت دوله البطلمه. طب يا ميس، ايه الاسباب اللي ادت لسقوط دوله البطلمه؟ ليه دوله البطلمه ما كملتش؟ ليه دوله البطلمه سقطت؟ السؤال ده مهم جدا، وعلى طول بيجي يقول لك بما تفسر اسباب سقوط دوله البطلمه. طب اول حاجه عندي من اسباب سقوط دوله البطلمه ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث. يعني ايه؟ احنا طبعا عارفين ان الحكم في الاول كان لبطليموس الاول. طيب بعد ما جه بطليموس الثالث بعده ابتدت الدوله البطلميه ايه؟ تضعف. الملوك بقوا ايه؟ ضعاف، مش عارفين يسيطروا على الايه؟ على الدوله بتاعتهم. خلاص. يبقى لما يجي اقول لك الضعف بتاع الملوك في دوله البطلمه ابتدى بعد مين؟ بعد بطليموس الثالث سنه 5. ركز في الترتيب. يعني لو جيت قلت لك تولت كليوباترا حكم مصر بعد مين؟ كليوباترا تولت حكم مصر بعد بطليموس الثاني عشر. طيب لو جيت قلت لك ضعفت ملوك مصر بعد نقط، هنقول ضعف ملوك مصر بعد مين؟ بطليموس الثاني. خلاص. يبقى اول سبب عندي من سقوط دولة البطلمة ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث. تاني حاجة، ثورات الشعب المصري ضد حكم البطلمة. الشعب المصري ما كانش حابب الحكم البطلمي ده، خلاص، وكان شايف ان الحكم ده مش في صالحه ومش بيفيده في حاجة، فابتدى ان هو يقوم بايه؟ بثورات. ثورات يعني عدد من الناس بيتجمعوا ويطالبوا بان الحكم ده ما يبقاش ايه؟ موجود. خلاص. يبقى تاني حاجة من اسباب سقوط دولة البطلمة ثورات الشعب المصري ضد حكم البطلمة. اخر حاجة بقى من اسباب سقوط دولة البطلمة زيادة نفوذ روما وتدخلها في احوال مصر، خاصة في عهد كليوباترا السابعة. طيب زيادة نفوذ روما يعني معنى اصح زيادة قوة روما. خلاص. روما بقت قوية جدا وابتدت ان هي تتدخل في شؤون مصر. طب تدخلها ده كان في عهد مين؟ يعني لما ابتدت تدخل في شؤون مصر كان في عهد مين؟ كان في عهد كليوباترا السابعة. ده من الاسباب برضو اللي خلت دولة البطلمة تسقط ومصر بعد كده تصبح ايه؟ ولاية رومانية. يبقى تاني لما اجي اقول لك ايه هي اسباب سقوط دولة البطلمة، هنقول اول حاجة ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، ثورات الشعب المصري ضد حكم البطلمة، زيادة نفوذ روما وتدخلها في احوال مصر خاصة في عهد كليوباترا السابعة. والحتة دي بتيجي اكمل، يجي يقول لك ازدادت نفوذ روما وتدخلها في احوال مصر خاصة في عهد نقط، خاصة في عهد مين؟ كليوباترا السابعة. في سؤال برضو ممكن يجي لك، لو عايز يجيب لك سؤال كده شوية يحيرك او يخليك تفكر اكتر، يقول لك ايه النتائج المترتبه على ثورات الشعب المصري ضد حكم البطلمه؟ يعني ايه اللي حصل بعد ما الشعب المصري كان عمال يقوم بثورات على حكم البطلمي؟ ده ادى لايه؟ ده ادى لسقوط دوله البطلمه. ده ادى لايه؟ لسقوط دوله البطلمه.